هلو يا حلوين، اليوم عملت لكم مكياج عروس هيك كتير ناعم كلاسيكال، ان شاء الله تكونوا حبيتوه وعقبال ان شاء الله كل صبيه. او اذا حابين تشوفوا الخطوات اللي انا عملتها بليز كيب اون واتشينج. سو هلا بلشت بالشيب تيب تارت كونسيلر لانه بحسه اقوى كونسيلر وكتير خارج برايدل، وعم ثبت فيه فوق عيوني وبدي احط الباودر وبلش اعلم حواجبي. حاستعمل The Tartist Pro Palette ورح بلش باللون الـ Innocent كلون انتقالي على عظمة العين. وهلا حاستعمل لون تاني اسمه Whimsy على الكريس. ومن الـ Renaissance Palette رح استعمل لون اسمه Red Ochre وحطه على زاوية العين. أرجع أعمل الـ V-shape تبعو العيون بلون من تارت اسمه Edgy. So بهيدا step أخذت الكونسيلر وحطيته على أول عيني وعلى نص الجفن حتى يعلق اللون الجليتري عليه. لون الجليتر هو من تارت اسمه جلام، والباليت التانية من نوتي باليت كايلي جينر حطيت لون اسمه جينجل، ودمجتهم كلياتهم مع بعض. ورجعت جبت اي كونتور براش ودمجت كل شيء على كونتور العيون حتى اقوي الالوان وادمج الجليتري مع المات. وهلا حددت خط الرمش على الطرف بالاسود. ركبت هلا لاشز من بي جي لاشز، كتير كتير حلوين هاللاشز، اسمهم سارة وبيجوا كتير طوال. وهلا حكبسهم بالماسكارا من لوريال. حاستعمل فاونديشن اليوم من سامر خوزامي، هو بي جي مات، رح خلط رقم 40 SK45 مع رقم SK30، وكمان رح حط الدوي دروبس تبعو مارك جيكوبز اللي ورجيتكن اياه هلا حتى يدوي وجهي اكثر. وهلا حاستعمل برايمر من بور بروفيشنال لانه حطيت هايلايتر فبيبرز عندي البورز اكثر، فانا بهالطريقه بس رح ارجع سكر البورز بنص خدي وعنفي شوي وبرجع بكفي بالفاونديشن. سو خلطت هلا الفاونديشن الفاتح مع الفاونديشن الغامق وهلا رح مدهم على كل وجهي. وهلا حكفي بالكونسيلر من شيب تيب باللون لايت ميديوم، بدي كتير فتح تحت عيني وحانزل فيه في شيب لناحي الخد حتى يكون هيدا المنطقة كتير ضاوية عندي وكتير برايت. وهلا عم بعمل بيكينج باللورا ميرسيي على تحت عيوني وترف انفي. وبالوقت اللي انا عم بعمل فيه بيكينج رح اعمل تحت عيوني، وزيت الالوان اللي استعملتها فوق رح ارجع استعملها من تحت. وهلا ححط على مطمع العين قلم بني من انجلوت. وهلا رح احط ماسكارا على الباتم لاشز وحاعمل كونتورينج وهايلايت بالباليت تبع السماش بوكس.
وهلا حاعمل كونتورينج لشفتي التحتانية حتى اعطيها قلبي. هاستعمل لونين بلاش، هاستعمل واحد من NYX بيجي شوي على برونز، والتاني هاستعمله على روزي. هخلطهم اتنيناتهم وحطهم على الخدة. تاني بلاش رح حطه اسمه روكاتور من بنفيت. هعلم هلأ ماي ليبس بالماك اسمه دبل تايم. وبعدها هحط ليبستيك من دوز اوف كولرز اسمه ترافل. هود اللونين اتنينتهم بيجوا شوي عروزة. وفوقه رح حط جلوس لانه هودي بوث مات، فبدي حط جلوس كمان يجي شوي عبينكي ويعطي هذا الجلو تبعه العروس. هو البراند من انجلات، جي لو رقم 225 بينكي. هستعمل هايلايتر من هدى بيوتي. وهلأ هأول هايلايتر بأقوى هايلايتر بالعالم اسمه Artist Couture بالاسم Illuminati. وهلا استعملت من بسام فتوح الباك لايتنج اوفر جلو على كتافي، كز انه اذا العروس ما ضويت بنهار عرس صائمة فبتضوي. وانا هلا حثبت الميك اب بالماكس فيكس بلس. سو هذا هو كان المكياج لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه وعقبال كل سوية. اذا حدا منكم جربوه بالبيت بعتوا لي الصور، وكمان اذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لي لايك وتعملوا سبسكرايب على ليليا وسبسكرايب على ماي شانل، وانا بشوفكم بالحلقة الجاية. باي.